هذا ممكن يجذب ناس للكوارث. وبتعرفوا اكيد امثله الاشخاص اللي بالميكروفون والشخصيه بتاعتهم عملوا كوارث بالعالم. لكن الفن عاده بيستحمل او بنقول بامكانه انه يضم له مجموعات قليله من الناس، لكن الخلائق دول لهم دور فعال في تغيير وجه المجتمع من خلال المشاهدات ومن خلال الفنان وعرضه. فاذا نحن ننطلق من شغله انه الفنان والموسيقار والكاتب لابد انه الاوضاع اللي بيعيشها تترك اثر عليه. عنوان المعرض هو تكريم. تكريم لشقيقتي لطفيه في مخيم اللاجئين في اليرموك. وأسأل أختي لما كانت شابة، إذا عرفنا إنه زعفر النرويجي إلى تأثيرات مختلفة منها تسونامي، كمان هاي السيدة اللي عمرها الآن 84 سنة ما عملتش شيء عاطل حق البشرية ولا بحق من أخذ البلاد. هذا والدي قاسم عبدي، وقاسم عبدي والدي أبى يعني ولا بأي شكل كان يترك البلد، فهو ضمه في الحفاظ، وأنا أصلت بانطباعات لوحة صندلة الأقسام قسم التهجير اللي فيها الناس مئات آلاف تركوا الميناء وانتقلوا إلى لبنان وإلى سلطة وسلوك دمشق وعلى أماكن. هاي البناية عبارة عن الدروب والبناء، رح تشوفوا شيء مشابه. أنا كان بإمكاني إني أروح وأصور وأوقف وأرسم الوضع، لكن تذكرته كنت أمين إنه أتذكر الحادثة كيف أنا شفتها لما كان عمري 6 سنوات. صورت هاي أوكي هوني عمري 6 سنوات مع جدي وجدتي. اللوحة هذيك اللي شايفينها السيدة هي صورة أخذتها أنا وصممتها بخفية بحيث إنه وكأنه هذا الشرشف اللي نحن كثير نعتز إنه بيتنا يكون نقي وإنه الشرشف يكون ممتد وإنه الشرشف بتخالف هذه فيها علاقة طبعا مع التصميم البيتي القروي. ممكن يكون كمان عندهم ممكن كمان عند الأوروبيين يعني شاشة الطاولة المفروض انه يكون مميز. فأنا استعملت صورتها وكتبت هنا كتابات عن القرى المهجرة اللي موجودة أمام أو بجانب قرية أو مدينة الطيب. أنا طبعا استعمالات المحطة اللي حولتها عمليا لرتبع اللي هي مش بس لجمالية المحطة إنما في كمان جمالية لنص الحطة. أنا يعني بتساءل إنه كيف ممكن عند أي شعر إنه السياج يكون هو الشعر مستغرب سياج يعني بالآخر هذا السياج إنه ممكن معقول إنه فرنسا تقول تستعمل السياج كرد فعل أو كمثال للحرية مش معقول نظيم، لكن نحن نستعمل السياج لأنه كل حياتنا موجودين نحن موجودين بالسياج. ولذلك نحن عظمنا موضوع السياج واصبح هو الرمز للشعب. نوع صغيرة لأنه كل صورنا على فكرة معمولة من شبكة كلها نقاط صغيرة فهاي الكليشيات يعني مطبوعة معمولة وهي الستريشن اللي يعني لوحة انعملت لشي كتاب اللي فيها مساحة وفيها شو اسمه
هذا كمان عمل إلي اللي فيها بفكر يمكن عملت كارت عرس لشي حدا اللي معمول بهاي الطريقة. لازم تطلع كيف ممكن يطبع، يعني كيف طبعوا الجريدة، كانوا ياخذوا الصورة ودوها على زنكوغرافيا يصوروها، بعدين يحطوا المادة هذه اللي هي زنك يحطوها بمواد كيماوية حافرة، فتحفر وين الفراغ وتخلي الخط مثل ما هو. ملاحظين هاي يعني المواد يعني عملتها، مش انه واحد عاد يحفر فيها. هاي العملات اللي شفتوها برا، هاي عملات كانت فترة الانتداب البريطاني. احنا قبل ما تكون اسرائيل او 48 كانت في فترة اللي كان فيها الانتداب البريطاني هنا في البلاد. بتطلعوا ايش المميز في العملة هاي؟ منقوش ناقش ايش؟ مدور ومصر وفي مخزوقة. لهاي كانت ايش مميزة؟ هاي عملة حقيقية؟ لا. ايش شايفين فيها بهاي العملة؟ ابرامي حلو. اني الاشياء اللي كانت موجوده هون كانت ثلاث لغات، لانها كانت ثلاث لغات رسميه في البلاد. فلسطين كانت كله باللغه العربيه، لانه كانوا هون كانوا عرب طبعا، كانت هي لغه رسميه. وبعدين كان برضه كمان كان في يهود كمان هون، وبرضه كمان بالانجليزي لانها اللغه العربيه، وبرضه كمان انه كان في انتداء. مصنوعه من بطون، هي قالب كبير اللي أضع صبه صبيته، أضع فيه حديد وبطون وصرار، وبعدين بس نشف دهنته، وبعدين بزيت شامل وأكريليك ألوان زيتي وألوان مالي، اللي يعطيني الملمس تبعه من برا. اللون الأخضر بس فيه كل شيء شايفينه هنا، في كثير عم برجع على حال اللون الاخضر او الخط الاخضر. حلو اللون الاخضر، الخط الاخضر 48. في عنا المقسم البلاد، احنا موجودين احنا في عرب سمونا عرب 48. ليه بسمونا عرب 48؟ نحن لبينا وقت، احنا لبينا وقت لما كانت حرب 48، احنا لبينا بنفسهم، احنا عرب 48.
صار في بيننا وبين بين الجهه الثانيه بالضفه صار في عندنا خط بسموه الخط الاخر وهو الخط اللي بيفصل زي انه بيننا وبينهم لانه احنا بالاخر شعب واحد يعني بس في خط اخضر اللي هو بيفصل بيننا. ايش شايفين هون؟ طريق وايش كمان؟ طريق براغي. العمل هذا اسمه؟ اسمه السجادة. بما انه استبدل المواد تبع السجادة فهو عمل زي كأنه السجادة لها مواصفات الشيلة، هي مواصفات كمان انك تمشي عليها، تخاف انك تقرب عليها، تخاف مثلا انك توقف حدها بمادة مشتعلة، ممكن في أي لحظة هي تشتعل لأنه معمولة بين يعني عدام ثقاب بالآخر. فانه كل شيء هالقد بخوف وهالقد خطر بقلب البيت. شيء بذكرك بنت؟ اسرائيل فلسطين. انه اسرائيل بتقول زي ما تقول احنا عندنا عندنا كل شيء بنقدر نعطي 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 بس اللي هو ما يقدر. وانا ايش يعني عندي كون السجاد في عندي انه منظر الدفاع بس اللي ما يقدر عليه بس بقدر عليه ممكن تقول لك فيه ممكن في مسميات مدرسه ممنوع تقرب عليها، انت خاف تقرب عليها، غير بس ايش بتصير بين دول ثاني. هاي عندي دول صديق بخاف تقرب عليها. حلو 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 كثير. حلو كثير كثير حبيت، انا اول مره بسمع بس كثير حلو. All the lonely people whisper poetry for the moon, drowning all our apathy with prophecies of doom. The trail is nearly over and the road is getting thin, murmurs of the vultures in the silence of their spin. Moments of delusion on a melancholy case, shoveling our ashes. في وسط الأبيب من البلدية. تخيل إيش معنى؟ إنه
يعني شجرة محدودة بنوع من مساحة اللي محدودة ببطال. يعني هو مساحة عشان يروح المطار ويرجع يمشي على المدينة للمطار عشان يجي يعمل هاي الشجرات غير ما ممكن بس شجرة يعمل فيها أو كان يعمل فيها شخصية مش يمكن عليها. يعني فيها زي اللي يحب هاي الشجرة. كان حسد انه في حب زي في لا زي في كشف هذا كان مبين زي في كشف بينه وبين شنو يقطف يطلع الوصول يمكن الزيتون المشمية زبط شنو يعني فيها يعني إذا بنقول إذا شجرة الزيتون هي رمز للهوية الفلسطينية بنقول إنها محدودة في أنت بطول وهي مزروعة مش بقرية ومش بمحل تبع زيتون إلا مزروعة بوسط مدينة هي مدينة تل أبيب عند بلدية تل أبيب مدينة دولة أو يعني إسرائيل دولة إسرائيل أو مدينة تل أبيب اللي هي مش عربية بالآخر هي شجرة واحدة. بعرف إيش أنت قصدك بجد تعبر عن حالك بس إنه مقيد أو إنه بغربة أو إشي حكى لنا الشجرة هي رمز للهوية الفلسطينية العربية اللي مقيمة موجودة بغرفة معينة. أنا أمي مش جات حملالي وأختي تمشي وأروح أواعي على السكريات كمان مباشرة. الشخصية اللي عم تحكي القصة هي عمتي. وأنا طلبت منها تحكي لي قصة العيلة. عيلتي أنا عن ستي وسيدي. من وين هم؟ يعني بها عن طريق هذا الفيديو أنا عم بحاول أفهم إذا أنا يافاوي وخليقة ضيافة تعال نرجع شوي لورا اوكي بعرف ستي وبعرف سيدي بس بدي اسأل مين كان ستي وسيد ابوي واهل لورا وما ما فيش على هوا قصة ستي وسيدي كان ستي وحيدة وسيدي كان وحيد وما لهمش اخوة وما لهمش اخوات وما فيش امكانية نرجع لورا عشان اعرف من وين اجي من كان قبل جزء من العائلة هجر على الاردن على هون القصة وجزء ثاني ضل بيافا هلا بقولي شو لقيت هاي القصة على خريطة البحر شو بتمثل خريطة البحر؟ هي خريطة البحر هي اصلا البحر بس هي كمان كانت بريد البحر بس هي تهجر من البحر ونفس الشيء هي انه احنا هون سكنوا بس احنا تهجرنا بريده تعال شوي نطلع على شو شخصية طريق البحر قلنا انه هي نصها بني ادم ونصها سمكة وبالفيديو وين هي موجودة؟ على الشط بين البحر يعني بين المي وبين التراب وهاي اللي بعرفش اذا كنتوا تستخلصوا الفيديو انا ما كنتوش تعرفوش المنطقة منيح بس هذه المنشية هي موجودة بين يافا وبين تل ابيب يعني كل شيء هون موجود بالنص يعني نحن العرب الفلسطينيين موجودين بالنص نحن ضلينا هون ب 48 يعني في هون قصتين قصة تبعت الهوية الفلسطينية والماضي والتراث والنكبة و 48 قصة شخصية تبعت الإنسان اللي موجود بالنص اللي عم يتنازل زي ما فريق البحر تنازلت عن اشياء عشان توصل لهدفها بانه توصل لمحل معين بتعرف انها لازم تدفع ثمن انا زي ما حكينا عن الكنيسه بتكتب على وشها وهي الفن تبعها هي انا كمان كل وقت ما بتغير بس اقدر مين بستعمل جسمي بالفن نفسه كمان بالتصوير وكمان بالفيديو وكمان كيف ما شفتوا الوش نفسه اللي هو كمان بستعمل الجسم كجزء من الفن خلال كم سنة اللي هي عروس فلسطين يافا عروس فلسطين شفناها بالفيديو عروس فلسطين كان اسم كان يسمو يافا عروس فلسطين أو عروس البحر
زي ما حكيت كمان عروس البحر او عروس الكرنك. فانا قررت اخذ شخصيه اللي هي عروس فلسطين احييها ومن خلالها هقدر اعبر عن افكار او اراء او مشاعر او اشياء اللي هي بدي احكي عنها. خلال الفستان عروس فلسطين كمان استعملت الالوان تبع العالم الفلسطيني وكل عرض كان في له الموضوع تبعه كان بيختلف. بس اخر صوره لعروس فلسطين قبل ما احررها كل اللي شفناه من قبل، لا بالعكس عروس فلسطين كانت كانت بعد يافا عروس فلسطين وكذكرى لهوية. بتخيل ما عندكم فكرة عن بشكل عام عن كيف الإنسان ممكن يستعمل هويته أو تعامل مع شو هي هوية، مين أنا وشو أنا وين أنا، عن طريق رموز، عن طريق فيديو، عن طريق تصوير، عن طريق عروض، عن طريق موسيقى، عن طريق فنان انا بحبه كثير جدا اللي هو مش عايش مين؟ لا
اللي اتعمل في سنة السبعين مع الفن الإدراكي، فن اللي فيه كتير تفكير، كتير مع تعامل مع اللغة الداخلية. أشلينيا كزوت من 1970. 70. تعامل مع لغة الفن، مع إنه المادة تبعت الفن، اللون تبع المادة اللي بشتغل عليها، ومش الطبقة الظاهرة إلنا. بمعنى آخر، الأعمال الفنية هاي تحاكي الفنان، ما بتحاكيش المجتمع العام. يعني اللي بيفرج على الأعمال بيكون فنان، اللي بيعرف شو معنى الدائرة في الفن، شو معنى تقسيم المساحة لقسمين ومش قسم الخزار. طبعاً في أنيسي أشقر اللي بدأت في الفترة الأخيرة ترسم، هي عملياً فنانة أكثر performance in it، يعني زي ممثلة مدائية بالضبط. في الفترة الأخيرة حابة ترسم كتير، عم تأخذ منحة conceptual، أكثر conceptual إشي إدراكي، مع أنه يعني الرسم تبعها مش رسم رومانسي أو رسم بده يعبر عن أحاسيس، وإنه رسم تجريبي experimental. شو بصير لو حطينا أحمر وحطينا فيه أسود على صحن قهوة؟ هل بضل هذا الشيء مجرد لون ولا بعطي كمان أبعاد أخرى زي دم أو إيش الشكل؟ هل هذا يتعلق بالمرأة أو يتعلقش بالمرأة؟ يعني في خصوصيات للعمل تبعها الجديد اللي عم تعمله، وملاقي أحسن كثير. يعني الناس حابة العمل الجديد تبع أنيسي، بالرغم من انه عملها التيبيكالي المعروف يعني على المسرح، كمان عمل مهم جدا وجميل جدا. اعمال طبعا هذول زي ما انتم شايفينهم، هذول انا رزقتهم واحد لوحده خيط خيط، عشان هيك محترمينه وحافظين عليه. فا اوكي، العمل بيتعامل مع عده جار. اول شيء كمان مرة ارتكزت على عملية البساط. عملية البساط في المجتمع العربي في له أهمية كبيرة، عشان كانوا اليوم بعد فيه، لأنه كل يوم بيشتروا من مخزن يركب. فبنتي بعد 3 سنين بس في عندنا بساط في البيت يمكن حق 5000 أو 6000 شيكل، صار حوالي 100 سنة، وفي 50000 شيكل وفي مليون شيكل بساط اللي معمول ايد مش بالشكل، له اهميه. طبعا هي عاد كثير مهمه في التراث وفي الثقافه. والشيء الثاني هو الايقونه البيزنطيه. الايقونه البيزنطيه تعاملت مع الفن الديني المسيحي، اللي فيه كان في التقسيم تبع اللوحه كان هيك، وكان في النص تكون او مريم العذراء والطلاب اللي حواليها. فالفن البيزنطي هو فن شرقي، فهذا كمان توجه عليه انه انا يعني بعلن من خلال اعمالي بدون احكي كثير عن هويتي الثقافيه. هويتي الثقافيه هويه شرقيه، هويه بيزنطيه، هويه فيها مسيحيه، هويه فيها اوروبيه وفيها عربيه، يعني هويه غنيه بكثير اشياء، وما فيش فيها تشبث او تزمت لشيء معين وبس. الهوية الثقافية تبعها، مش عم بحكي عن الهوية السياسية تبعها. الموضوع المركزي تبع العمل هو عملية إذا بتشوف ورا العروس بكونوا حاطين بساط كثير حلو ومذكر شينو. الموضوع بيتعامل مع الزواج. في هنا زي ما انتم شايفين في الإنجليزي مكتوب أهافا في العبراني، هي عملية قلب المفاهيم. وأهافا أو حب، أنا لحد اليوم ما كتبتش في العربي، كتبت كثير في العربي، بس ما كتبتش في العربي مصطلحات زي حب، لأنه بالنسبة لي هذا المصطلح لازم يكون يعني في له باك جراوند، في له خلفية حقيقية. وغير هيك ممكن تقول لاف، ممكن تقول هافا، لأنه بظل مصطلح فلسفي، مصطلح جمالي. الرسم هاي هي عملية ريبرودكشن، رسم منقولي عن العروس والعريس لرامبرانت. في فنان هولندي مشهور جدا اسمه رامبرانت، فاخذت منه عملية العروس والعريس. العريس كبير في العمر شوي،
عشان كانوا بتعرفوا الرسم بس ما بتعرفوش الرسم الكبير كان العريس كبير شويه بالعمر يمكن في الستينات البنت 30 سنه ففي فارق الجيل هذا مهم جدا يعني في الرسم هذا طبعا ريمبراند كان مهتم في هاي الشغله وفي كمان شيء مثير للاهتمام انه العريس كثير مهتم في صدر العروس يعني ماده ايده على صدر العروس ف لما بنحكي عن عرس بنحكي عن زواج بنحكي انه اوكي صارت المراه هاي صارت ملكك او صارت لك والزلمه الرجل هاي صار ملكك او صار لك او صار في شراكه ف يعني في هون شويه بيقولوا اختصار كشف اسرار هيك لبق من قبل الفنان تحت هون في يعني قطعه من سجاده مخصوصه وملصقه على اللوحه اللي تتعامل مع موضوع الحب او موضوع التناغم بين الفتاه والشاب بس في هاي الحاله الفتاه والشاب في نفس العمر ومبينين كمان من فتره الروكوكو وفتره الباروك فتره القرن الثاني عشر اللي كل رسمات صورت الدنيا وكانها جنه عدن كله حلو وكله حب وكله جمال وكله ورد وكله مراجيح انكم تتذكروا هاي الرسمات وبعدين شوف اذا بتنين في الالوان بتنموا لسه قديش بعد خمس سنين زد 2000 اختفت الالوان من اعمالي خلينا نكملها اوكي في فترة معينة مش كل شيء في حياتنا الفنية ممكن نقدر نفهمه احنا كفنانين ونفهمه لغيرنا في فترة معينة اختفت الالوان من اللوحات صارت كلها فيها كثير اسود ابيض كثير بس همسات لمسات ومصات من الواقع صار في تداخل بين عوالم كانه اللوحه هي عده لوحات واحده فوق الثانيه وما فيش شيء متكامل يعني فيش لو انه واحد عم يحكي كانه عم يحكي جمل مقطعه بس بالتالي هي بتحكي عن وحده يعني كثير تعاملت مع حديث الوحده والمراه بالنسبه لي بتجسد لما المراه بتكون وحيده بيكون اصعب بكثير من الرجل يكون وحيد لانه المراه هي ام الدنيا هي زي ما بقول الرحم اللي ينجب اجيال فوحدتها تعني انه في انقطاع عن الانجاب طبعا مع استقطاب ل شوي للفن التشكيلي الفن التجريدي الهندسي تبع عالم التشكيل جربت شغلي التقطيع عدة أشكال التقطيع في بين الرسوم التخطيط وبين اللون وكمان في شيء بين العفوية وبين المبرمج الفن المنيح لازم يكون فن مبرمج بس لما تكون العفوية تفوت على البرمج هاي نوع من التصادم فكان مهم جدا ان احكي عن هذا الحالة اغلب الشغلات اللي بنتعلمها بالتاريخ هي عن طريق الفنانين يعني
فنانين عمل تمثال هيك وهيك، اذا عرفنا او رسمي هيك وهيك عرفنا كيف كانت طريقه الحياه قبل طبعا الكاميرا وقبل كثير شغلات. هاي تعال نقول حتى من العصر الحجري. بدايه لما اشتغلت على الوجه، وزي ما انتم شايفين الوجه هو اللوحه، انا بعتبر انه الوجه كمان هذا نوع من، اذا بدنا نحكي عن تاريخ الفن، اعتبر من الفنانين اللي بيستعملوا الجسد، استعمال الجسد كوسيلة تعبير بالفن، الفن التشكيلي او البرفورمانس ارت، العروض الادائية. دائما الجغرافيا جدا مهمة بالاعمال تبعتي، غير انها يعني كونسبت فكرة، الا كمان الجغرافيا، الدول، المدن، وين العمل بيكون، العمل نفسه كيف بشتغل عليه، هيك طريقتي بالشغل، زي طريقة الكولاج اللي أنا حابة إنه تشتغلوا عليها. هذا لقدام. الوجه هو اللوحة. يوم يوم أنا بقوم الصبح وبكتب كلمة أو جملة بتعلق إيش أنا بحس، أوكي؟ أنا بقول اليوم يوم هو سكيتسا، هو يعني دراسة لأعمال زي ما احنا شايفين هون الصور. كل سنة في عندي صورة بورتريت، وأنا بتخصص أكثر بالبورتريت، في أشياء محددة عندي اللي حطيتها كمان لنفسي بالأعمال الوجه البورتريت، إنه بيكون الفورمات يعني الحجم المربع، اوكي، وهذا بعدين بصير كونسبت لايش هو المربع على كل اتجاهاته. انتو عاشر؟ عاشر تامع؟ عاشر تامع. الاطار هذا المربع، او حتى مرات احنا بنقول انسان مربع، يعني ما في انفتاح او شغلات انه احنا نتقبلها من ناحية حضارية ومن ناحية اجتماعية. فهذا بيكون التفكير، يعني انه الفورمات يكون مربع، الخلفية دائما بتكون ابيض او اسود او رمادي، هاي الخلفيات تكون سادة بدون اي تزيين من وراء، لانه في اهمية للوجه والوجه بالمركز. نرجع لقصة قضية الوجه ليش؟ لأنه كالهوية، يعني هويتي أنا لما أنا بقابل شخص أنا بتطلع عليه وين منطقة العين، هذا الإشي الطبيعي. فأحد الأسباب إنه باجي وبكتب حد العين، هذا اللقاء بين اثنين أو أكثر. أول التعليم عندي في الجامعة كان أول 4 أشهر كتابات من شاعر فلسطيني محمود درويش ومحمد المغول، هذه كان عندي اول مشروع في الكتابة، كان انه جمل مأخوذة منه. حقوق الطبع لحد الان فش عندنا كفنانين، فش عندنا قوانين عن جد مظبوطة ما ينسرقش الاشي، سرقة احنا مش عم نحكي على ايش بقولوا ايحاء او تعرفي، لا هذا يعني ناتو ممكن يصير هيك اشي، يعني سرقوه يعرضوه بمحل. طبعا عرض ادائي كمان اسمه انا وبول كلي نرسم. بول كلي رسام الماني، رسام اللي لقب بفنان ولد، لانه هو اول فنان اللي جرأ ورسم مثل ما الولد بيرسم. الحليب هو مادة اللي استعملتها من 2003، تعال نقول من اخر 2002، مادة بالعروض تبعتي، كونها كل الفلسفة لون ابيض، ايش بعبر لنا اللون الابيض كله، وحليب كغذاء أساسي لكل الأطفال. كل أسرار
المفضل واللي حاله. وهذا هون قربت هاي عشان اللون قريب ليه. بعدين قلت انه احط سياج احبس احبس هاي الاشياء. ومثل في ناس لانه هذا اتركه لحاله احبس. زدت الوافق تراي. وزدت الظل النوم. ليش الاحمر؟ انه اكتر اشي بالبلد اشي. بس عشان ايش بقى حطيت انا بس حكى شيء حلو ايش لانه ايش بدي احط هو مش لازم الشعر هيك شو بس نشوف حياتنا حكى انه نبعد عن الممنوعات عن الحيوانات والهاي ونهتم لحالنا للجسم الصحه انا بحب كثير حلو كيف كمان يعني الربط بين اللون تبع البيره ومع العين تبعت الدقيق كثير جنان ما طبيعي شو بتسوي احكي لنا شوي العمل شو عملتي الاول شو سويتي قصدي الصوره هاي النار بس اكمل بس الوان عشان اغير بس انا حبيت اخر شيء انتبهت شو عملتي انك عملتي اطار حوالي الرسم حوالي القصتين يعني اول مره حاولت انك تكملي عن طريق الرسم بعدين حطيتي اطار ما استفدتيش بهذا الاطار كمان حطيتي اطار للرسم كلياته هذا تبين انه في اطار بقلب اطار اكثر من في شيء حلو كمان الالوان ليش هاي الالوان بحب الالوان مش تمام فكرتي بتناسق يعني ايش التناسق يعني اذا بالبقش فكرتي فيها كله عجبني مش كل واحد بيقدر يوصل ال هاي الطبقة طبعا العالية مش كل واحد مش كتار هلال بوصل بس هالأيامات ماشي أنت بدك تكون رسام ولا هذا كم رسام فمين مين أخطر مثلا شايفه مقرب عليك من ناحية إيش أنت حابب تعمل عبد العابد ستريت عزي عنده هل طبق رسمي بعدين بحط رسم تاني من فوقها هاي بحبش اجربها انا اول لقاء ايش ايش عن الفن القديم مستفيد منه والجديد وحكينا عن كل اغلب الفنانين غاسا والانوار كل هذول وشفنا الفرق بين الصور بين الفن التجريدي والفن اللي هو بين حقيقي وصورة مصورة وبين رسمي ايش اكثر لقاء حسيت انك استفدتي منه وليش؟ اكثر لقاء هو اليوم لانه هاي الفنان الاخيرة انيس شاكور اشعر كثير حسيت انه مقربين لهي شخصيتي ومن كله من ناحية التصوير تاع شخصيتها حتى الغنانة يعني كل كنت حبيبها نال هدية وبس انت ايش بدك حابب تكملي بانه مجال من الفن التصوير تصوير زي انيسي يعني يمكن